بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نبتدي محاضرتنا اليوم محاضرة النظرية السلوكية، نحاول نبين كل ما موجود بالنظرية السلوكية بالتعاون. طبعا أنا معاكم بس اسمحي لي. النظرية السلوكية، أخذنا نظرية التحليل النفسي، عرفنا شو النظرية، أهم المفاهيم، الأساليب، دور المرشد، أو كيف يؤدي مهام المرشد من خلال نظرية التحليل النفسي. اليوم نحاول نبين نظرية سلوكية، ما هي أهم المبادئ، المفاهيم، المسلمات، كل الأمور اللي تدخل ضمن النظرية السلوكية. النظرية السلوكية بالبداية حنحدد موقف، نقول إن النظرية السلوكية أتت ردة فعل على نظرية التحليل النفسي بالمطلق، ردة فعل على نظرية التحليل النفسي. كثير من المفاهيم اللي دخلت ضمن نظرية التحليل النفسي رفضتها. أهم المفاهيم اللي حاولت إنه ترفضها أو تدحضها اللي هي، لا، هذه أساليب التحليل النفسي. أهم المفاهيم اللي طرقنا لها، أحسنتي، مفهوم اللاشعور، قلنا هو المفهوم بالشخصية الإنسانية. من الشعور الطافي القليل، إيش قال هنا فرويد؟ قال الشعور نسبة قليلة من شخصية الإنسان، هي اللي ظاهرة، ولكن كل المشاعر، الأحاسيس، المعلومات الموجود عنده في منطقة اللاشعور. أكثر ما ركز على النظرية السلوكية أنه مفهوم اللاشعور دحضها. بعد أكو المفاهيم الأخرى اللي ارتكزت عليها النظرية التحليل النفسي، هي الهو والأنا والأنا الأعلى، حاولت انه تقول هذه المفاهيم غير مقبوله بالشخصيه الانسانيه. بعد يعني مرحله قالوا الاساليب اللي استخدمتها نظريه التحليل النفسي هذه يقول غير مقبوله، لا يمكن تجريب هذه الاساليب او دراستها تجريبيا، اللي هي اهم الاساليب استخدمتها التداعي الحر وتفسير الأحلام، اللي هي شنو قلنا مفهوم التداعي الحر؟ يلا حسين، شنو التداعي الحر؟ يلا عزيزتي، شنو التداعي الحر؟ وهي طريقة المستخدمة من قبل الشيء لغرض الحصول على المعلومات من خلال اطلاع على المريض النفسي من خلال اعطائه كلمة من الكلمات اللي لها التأثير القوي والمباشر على شخصية الإنسان. أحسنتم. يأخذ مثلا كلمة أبيض، هو يبدي يحلل كل ما تشير إلى كلمة أبيض، كل الكلمات أو كل المعلومات اللي يعطيها المسترشد للمعالج راح يبدي يدخلها بمعلومات لحد ما يلقى الحل الجذري للمشكلة اللي يعاني من عندها المرشد. هسه راح نبدا نشتغل على النظريه السلوكيه. النظريه السلوكيه من نقول نظريه التحليل النفسي على شنو تشتغل؟ لا، هاي السلوكيه على السلوك الظاهر للفرد، ثبتوها، السلوك الظاهر للفرد. يعني ما تشتغل على الاشياء الداخليه اللي بداخل الانسان مثل اللاشعور. يقول هنا هذا الشيء غيبي، ما يقدر الانسان يوصل الى اللاشعور عند اي مراجع يجي. بس هنا من نقول السلوكية تعتمد على السلوك الظاهر، ممتاز، السلوك الظاهر للفرد. يعني هنا تشتغل على شنو؟ على السلوك الظاهر. يعني تشتغل على منو؟ على الشيء الداخلي والخارجي للإنسان. أحسنتم. النظرية السلوكية تعتمد على ماذا نعني بكلمة أو رمز الميم ورمز السين. يلا، الميم المثير الذي يتعرض له الحي. الميم يعني المثير الذي يتعرض له الإنسان أو الفرد اللي موجود، والسين هي الاستجابة اللي توقع عليه المثير اللي يتعرض الإنسان. دائما النظرية السلوكية تركز على السلوك الظاهر للإنسان، يعني ما يقدر يدخل داخل الإنسان يقول شنو دا يفكر، شنو أحلامه، شنو طموحه، ما يقدر يدخل. يعني هسه من نقول احنا انسان ذكي، من شنو انا اعرف هذا الانسان ذكي؟ يعني انا مثلا اقدر ادخل داخله واقول هذا ذكي وهذا غير ذكي، لو شنو؟ من خلال السلوكيات الظاهره. شنو السلوكيات الظاهره للذكاء؟
الاجابه والتصرفات. اي شنو التصرفات للذكاء؟ للذكاء هسه نحدد شنو السلوكيات الظاهره للذكاء. قدمتك اختبار وجبتي على هذا الاختبار، حصولك على درجه عاليه بالامتحان معناته تميزين بقدرات عقليه اكثر من الباقي. حصولك على درجات ادنى معناه شنو؟ قدراتك العقليه اقل من زملائك، اقل من الذي يحصل على درجات اعلى. احسنت. هسه لا يجب ان تكون هناك علاقه ارتباطيه بين المثير والاستجابه. يعني بعد من كذلك مثل الشخصية بأنها مجموعة تنظم بها مجموعة من العادات والأساليب التي تعكس. يقول هنا يركز النظرية السيئة تركز على مفهوم العادة. يقول هنا كل إنسان من عندنا لديه مجموعة من الوحدات الصغيرة الارتباطية، يعني وحدة صغيرة ترتبط مع الأخرى ترتبط مع الأخرى حتى تكون العادات التي تميز شخصية الإنسان. هي شخصيتنا مين بتكونت؟ مجموعة من الأساليب والعادات حتى تتكون شخصيتي. شخصيتي أصلاً مين متكونة؟ ما هي مكونات شخصية الإنسان؟ اللي هي يا جاري؟ هي مجموعة من العادات والأساليب التي تميز الإنسان عن غيره. تحدثنا بالمحاضرات السابقة قلنا كل شخصية مختلفة عن الشخصية الأخرى بما تتميز فيه من قدرات عقلية، قدرات انفعالية، قدرات، يعني كل الصفات اللي يتميز بها الشخص لا يمكن أن يكون نسخة أخرى عن الآخر. كل واحد حيقولون هذه الشخصية مثلا ذكية جدا، هذا متوسط الذكاء، هذا انفعالي، هذا غير انفعالي، مو هذه الصفات التي تميز الشخص عن الآخر. بعد اشتغلت أو ركزت النظرية السلوكية على مبدأ الحتمية. ماذا نعني بمفهوم الحتمية؟ شنو مفهوم الحتمية؟ يلا الاستجابة إذا تعرض الفرد للمثير. شنو مبدأ الحتمية؟ ركزت النظرية السلوكية على مبدأ الحتمية. استجابة معينة لشخص إذا تعرض الاستجابة الحتمية للفرد عندما تعرضه إلى مثير، ولذلك ما يسبب ردة فعل للمقابل للشيء الذي تعرض له. بالمناسبة النظرية السلوكية دخلت ضمن مجالها مجموعة من النظريات، هي نظرية الكلاسيكية أو الاشتراطية. هي نظرية الإجرائية أو الوسيلية. أحسنتم. ماذا نعني بنظرية كلاسيكية الاشتراطية؟ طبعا من رواد هو بافلوف. النظرية الأخرى النظرية الإجرائية أو الوسيلية هي منو؟ لا سكان. بس نحاول أن نبين الفرق بين النظرية الكلاسيكية أو التعلم بواسطة النظرية الكلاسيكية والنظرية الإجرائية. التعلم عن طريق النظرية الأولى، طبعاً الأساس التجريبي لهذه النظرية هي من خلال الحيوانات الكلاسيكية، طبقت من خلال الحيوانات. النظرية الأولى البافلوف شنو خلف؟ فأب داخل قفص، داخل صندوق. هذا الصندوق شنو يحتوي؟ يعني أنا أقدر أشوف الفار اللي داخل. تقديم الطعام راح اخلي على اللسان مالت الفار حساس يقيس درجة الاستجابة مالته. تقديمي للطعام شنو اسميه؟ مثير. ليش يا مان؟ اسميه مثير. شو سماه هذا المثير؟ تقديم الطعام يسمى مثير طبيعي. سيلان لعاب الاستجابة. ايش راح اسميها هسه؟ استجابة. شو تكون هذه الاستجابة؟ استجابة طبيعية. قدم له الطعام مباشرة.
مباشرة حيصير لعاب الكلب معناها استجابة طبيعية. ماذا نعني بالمثير المحايد أو الشرطي؟ شنو هذا المثير؟ تفضل. إن أي مثير محايد يمكن أن يأخذ مكانة المثير الطبيعي وتكون لديه استجابة طبيعية. ماذا نعني بالمثير المحايد؟ أحسنتي. عند تقديم الطعام هو المثير الطبيعي. الاستجابة الطبيعية تكون سيلان اللعاب، ولكن في هذه الأثناء يحاول أن يقرع الجرس. كلما قدم إليه الطعام يقرع الجرس. بالتكرار قرع الجرس سيكون مثير شرطي لسيلان لعاب المثير الشرطي أو المحايد. هذا المثير يمكن أن يأخذ مكانة المثير الطبيعي في حالة التكرار، يعني كل ما قدم له طعام ايش حيسوي له؟ يقطع الجرس حتى يسيل. بالاستمرارية يعني العالم يقدم له يقرع الجرس ولكن ما يقدم له الطعام، بس يقرع الجرس هو حيكون عنده ردة فعل انه مباشرة سيلان لعابه، يعني المثير الشرطي اخذ مكانة المثير الطبيعي. هنا النظريه الاجرائيه او التعلم بواسطه النظريه الاجرائيه، ماذا نعني بها؟ راح اشرح لكم اياها. وضع حمامه بداخل قفص. التلقائيه الحمامه دائما ايش فيها؟ تلقى على اي شيء موجود، هو خلى قرص فظلت حتى من خلوا لها اي شيء يعني اناء فشيء قابل لانه الحيوان ينقر به، من عادة الطيور انه تنقر بأي مكان. وضع الصندوق اللي موجود او على شكل دائرة. هذه هنا تكون هذه الملونة. ظل ينقر بكل القرص اللي موجود عنده. التعزيز منين يجي؟ في حالة انه الطير نقر على هذه اللي بنصها اللي بنص الإناء اللون المغاير للون الآخر راح ينزل له طعام بدون بتلقائية بدون غير قصد. نقر على هذه النقطة ايش نزل له؟ طعام. شنو يعتبر الطعام؟ هسه آني هنا هو بالتلقائية مالته بدأ ينقر على كلها، لم يحصل على مكافأة، يعني ما تعزز الموقف عنده أو ما كانت عنده هناك مكافأة. في حالة انه ضغط على هذه، اول ما يضغط على هذا اللون ستكون هناك ستكون هناك اكو تعزيز او ماكو؟ شنو التعزيز الحين اللي جاني؟ طعام قدم له طعام، يعني كانه انا دا ابدي مكافأة له في حالة انه ضغط على هذا اللون، يعني كل الامكنة هذه موجودة ما قدمت له. بعد فترة من الزمن إذا قدم له هذا القرص وين حيضغط الحيوان؟ يعني راح يحاول إنه يبدي يكرر يبدي يضغط يلا يجي على هذا اللون لو مباشرة حيصير مباشرة حيبدي يضغط على هذا اللون لأن هذا اللون صار عنده بتركيزه إنه استجابة. أي شنو راح يقدم له هذا اللون؟ أحسنتم. يمكن التمييز أكو عدة مفاهيم بالنظريات الكلاسيكية، بعضها اللي هي شنو؟ تدعيم، تعزيز، تعميم، وين؟ أحسن. نبدأ نأخذ مفهوم. ماذا نعني بالتعزيز؟ هو السلوك المترتب عن أكو تعزيزين نوعين من التعزيز، هو تعزيز إيجابي وتعزيز سلبي. ماذا نعني بالتعزيز الإيجابي وماذا نعني بالتعزيز السلبي؟ تفضل. نتيجة مترتبة لي السلوك الجيد، ماذا نعني بالتعزيز الجيد؟ اعطيني مثال. النجاح، التعزيز الجيد به دوري جاب مثل حصول طالب في درجة عالية في الامتحان، تحصل عليه تعزيزات مثل إعطاء جيد، أحسنتم، حصول
الفكر الشرطي اللي هو شنو هو؟ شنو هو؟ اي اي من هو كان؟ احسنتم. قرع الجرس هذا مثير محايد او شرطي. هسه اني الا الجرس مالتي يكون بهذه الكيفيه اللي هو هذا يضرب يجي لو اقدر استخدم اصوات اخرى. شنو مثلا؟ أصوات متعددة بآلات مختلفة، ولكن تعطي صوت الجرس. كل هذول الأنواع من الجرس تعطي نفس تعطي نفس الاستجابة الطبيعية للمثير الشرطي. شنو تمييز؟ أحسنت. يقول هنا يمكن قدرة الحيوان إنه يميز، يبدي ما يعطي تعميم لكل أنواع الجرس. تمييز لنوع واحد من انواع الجرس. يعطونا ثلاثه انواع مختلفه من قرع الجرس بالات مختلفه. سيحاول ان يميز بين النوع الذي يكون فيه تقديم للطعام. يعني مو كل الانواع الجرس راح يقول قدموا لي طعام، راح يكون هنا تمييز من نوع واحد اللي هو يعني طبعا ما يجي من مره واحده، خلوها ببالكم. لازم اكو شنو؟ اكو تكرار. الناج ركز على مبدا التكرار، انه انا كل ما مو مره واحده حيميز هذا الجرس اكو تقديم للطعام. لا، مرات كثيره بدي اركز انه هذا في تقديم، ان انواع الاخرى من قرع الجرس فيها؟ ما فيها تقديم طعام. فيكون تركيزه على نوع واحد اللي هو التمييز الذي يختلف عن التعميم. اشرحنا النظرية السلوكية، بينا هي كيف انه عملية ارتباطية بين مثير واستجابة. لا يمكن ان تحدث استجابة بدون هذه النظرية بالتعلم. اريد اوظف هذه النظرية السلوكية من خلال ارشاد، اللي هو مادتنا اللي هي ارشاد والصحة النفسية. كيف انا اقدر اوظف مفاهيم النظرية السلوكية من خلال قيامي بالمهمة اللي اني اتمنى انتم كلكم حتكونون مرشدين لمرحله من المراحل الدراسيه. كيف يمكن ان اوظف النظريه السلوكيه من خلال عمليه الارشاد اللي هو احنا عملنا. انا مرشد وانتم مسترشدين. انتم في سنه من السنوات عند يعني ما تكونوا مدرس لماده اللغه الانجليزيه، معها تكون مرشد وطلابك يكونون مسترشدين. ما هي عملية توظيف النظرية السلوكية بعملية الإرشاد؟ تفضل. على المرشد أن يوظف أو أن يركز اهتمامه بالمشكلة اللي يعاني من عندها المسترشد. كيف يكون هذا الاهتمام؟ أحسنتم. لأن الإرشاد ما حد ما يطلب الإرشاد إلا إذا في حالة يكون شخص قلق مضطرب يعاني من مشاكل. يعني ما حد من يجي ما عنده مشكله ويقول له والله انا اريد تنظيني حل. لازم يكون عنده مشكله. يقول هنا الوظيفه الاولى يعني المفاهيم النظريه السلوكيه تحتم على المرشد ان يفهم المشكله حتى يعطيه الحل المناسب لهذا المسترشد. النقطه الاخرى التوظيف الاخر يكون على المرشد ان يفهم سلوك المسترشد وان عامله هو ان يحترم عمله بحراره وان يكون ذا جديه. يقول هنا النقطة الثانية تبين انه كلما كانت العلاقة ودية بيني وبين المسترشد، معناها اني راح اخلي اجعل من هذا المسترشد انه يتكلم عن المشكلة مالته بصورة يعني حيقول لي كل حيثيات المشكلة. ما يحاول ابدا انه اكو جزئية ما يتكلم بيها، كل المشكلة حيحددها. اذا احيط بي كان الجو اللي بينه وبينه ودي، اتكلم معاه بتلقائيه. المكان اللي احنا موجودين فيه مو هذا المكان اللي مثلا فيه ازعاج، فيه اصوات، فيه ناس، فلازم تكون العمليه الارشاديه تقولنا يا اما بمكان ملائم او غرفه
متخصصة، لدي سنوات خبرة كثيرة، أمشي علي إرشادي. لازم الوياي المستشهد لازم يفهم شنو إرشاد. يعني هو ما إجا للمرشد إذا ما كانت لديه الرغبة في الوصول إلى حل للتغلب على المشكلة اللي أعلم. إذا كانت طبعاً كل مجالات الحياة، إن أنا ما يركزون فقط على المشاكل التربوية، مشاكل أسرية، مشاكل اجتماعية، مشاكل صحية، مشاكل كل المشاكل اللي يعاني من عندها المشكلة. هذه الجزئية الأهم اللي إحنا نحاول نركز عليها كدورنا، إنه نكون مرشدين جيدين وفاعلين بالمكان أو المؤسسة التعليمية اللي إحنا ننتمي بها. يجب أن يكون هناك علاقة جيدة وفية تتسم بالمحبة، تتسم بالتلقائية وبالأمانة المطلقة، إنه أني لا يمكن إنه الأسرار اللي موجودة عندي أفشيها للآخرين. يجب أن تكون هناك سرية بالمعلومات والأمانة. أي شخص يطلب منك المساعدة، إعطاء الحل معناه انتهى الموضوع. بعد ما يحتاج إنه أنت تشهر لي وقلبي ومشكلة اللي يعاني منها أبداً. في إعطائك الحل واستجاب الشخص للحل ومشى عليه، خلاص بعد انتهى. حد ما تبقى تتابع أنت، المشكلة كانت شوية تحتاج وقت أكثر. أيام ما يحتاج وقت أكثر، المشكلة الفردية من الجماعية دائما مشاكل فردية تحتاج إلى وقت أكثر من المشكلة الجماعية. دائما المشكلة الجماعية تركز على مسائل التربوية، يعني إخفاقك في الامتحان، عدم فهمك لموضوع درس من الدروس. يعني هنا أنت تعطي للبيئة دور الأكبر بتكوين شخصية الإنسان عن الوراثة، لو الوراثة لها أكثر بشكل استيعابي من الوراثة، يعني خلال اكتساب العادات والتقاليد من خلال أجدادك. أما البيئة فيها دور أساسي، نفس دور الوراثة، حتى السلوك الفردي اللي يصير داخل البيئة. تفضلي بني. لا يمكن تفضيل أحدهم على الآخر.
أحسنتي، لا يمكن تفضيل أحدهما على الآخر، مثلما للعوامل الوراثة التأثير بتكوين شخصيتي، العوامل البيئية لها التأثير تقريبا عن مناصفة للاثنين، إنه الاثنين يشتركون في تكوين شخصية الإنسان، لا يمكن تفضيل أحد على الآخر، الاثنين لهما المسار يعني المناصفة أو تأخذ الدورين أو تأخذ إنه تكوين شخصيتي يجب أن تكون هناك عوامل بيئية وعوامل الوراثية. أحسنتم. أهم ما تميزت به النظرية السلوكية، من منكم يستطيع أن يبين أهم ما تميزت النظرية السلوكية؟ هل أنت متفق بكل المفاهيم والمسلمات التي جاءت فيها النظرية السلوكية أم لديك اختلاف وأنت طالب مرحلة ثالثة؟ تفضل زين. تختلف النظرية السلوكية عن بقية النظريات، لكنها تشتبه في أمور أخرى كنظرية التحليل النفسي. نظرية السلوكية اعتمدت على السلوك الظاهر وكان أكثر تطبيقها على الحيوانات، وهنا جاء الرفض الكبير لهذه النظرية لأنها أجهلت جانب واتجهت إلى جانب محدد. أكثر تركيزهم أو الأساس التجريبي للنظرية السلوكية كان على الحيوانات، إحنا دائما نتعامل مع الإنسان، سلوكيات الإنسان مختلفة بالمطلق عن سلوكيات الحيوان، منو يحكمه؟ أحسنتم. العقل الإنساني هو الذي يحكم تصرفاتنا، فتكون تصرفاتنا دائما موزونة على قدر المسؤولية، نسير على عادات وتقاليد موجودة عندنا، شخصيتي تختلف عن شخصية الحيوانات. التحليل النفسي ركز على دائما كان عنده شخصية الإنسان شبيهة اللي هي شخصية العدوانية، تتمثل بالغريزة بالعدوان بالدافع يعني الاندفاع الزائد عن اللزوم. أحسنتم حسين. تفضلي بنين. كل نظرية من النظريات الموجودة عندنا أكو مميزات وبعضها سلوكيات، هسه قولي لي مميزات النظرية السلوكية. أساس دراسة علم النفس هو ملاحظة سلوك الفرد اللي موجود عندي، يعني أنا مستحيل أقدر أغوص في داخل أي شخص من عندكم، من المستحيل أنه أغوص بداخلك وأعرف أنت ماذا تحب ماذا تكره ماذا تفعل، ما أقدر. بس أنا من خلال هسه أنا راح أبدي أميز الشخص الذكي عن الشخص المستوى أقل من أقرانه ومن زملاء، أو قدرات العقلية تكون أقل من القدرات العقلية العالية من خلال سلوكيات الظاهرة، إداءة بالمحاضرة، إجابته بالامتحان، حصوله على درجات أعلى، تقدمه بالمراتب، وصوله، تخرجه، راح أبدي أثبت أنه هذا الشخص يتميز بقدرات عقلية. مين إجاني هذا؟ من خلال السلوكيات الظاهرة. هل منكم أحد يستطيع أن يعرف زميله شنو بداخله؟ أبداً لا يمكن. أحسنتي بنين. و يعني المآخذ على النظرية السلوكية، من منكم أن يعطيني مجموعة من المآخذ أو المساوئ النظرية السلوكية؟ تفضل حسين. ركزت النظرية السلوكية على العادات، والعادات هي الرابط بين المثير والاستجابة، واتبعت النظرية السلوكية طريقة تجريبية، والطريقة التجريبية بحد ذاتها لديها ولها المساوئ التي تعاني منها هذه الطريقة اللي تجرب بها. فواحدة منها مجرد وجود المفحوص ضمن إجراء تجريبي يؤثر على سلوكه ويدفع به إلى أن يسلك سلوك غير الذي يتصرفه في الطبيعة العادية. أحسنتم. بعد المأخذ الآخر، يعني من خلال دراستك اليوم للنظرية السلوكية، شنو الأشياء السلبية اللي ركزت عليها؟ مقتنعين يعني بيها بالمطلق؟ كثير زين. المفاهيم اللي نادت بها النظرية السلوكية من خلال وجودكم في عملية تعليمية، هل إنه التعزيز، التدعيم، التعميم والتمييز مهمات بالعملية التعليمية؟ لو مو مهمات،
تعزيز دور فعال اكيد. احسنتم، التعزيز الى الدور الاثر البالغ انه يصل بالطالب الى بر الامان وحصوله على درجات، حصوله على الفهم العالي بالاختبارات، يعني كل ما كانت اجابته جيده واكو تعزيز يتثبت لو ما يتثبت الاستجابه اللي عنده. مو يعني كلما مثلا انت حصل على درجه عاليه جدا قدمت له تعزيز معنوي او انه ضفت له 5 درجات اضافيه، هذا راح يخليه انت بعد ما يقرا لو ما يقرا كل امتحان وكل محاضره وكل درس حيبدي انه يكون نشط اكثر، يقدم اكثر، يدرس اكثر حتى الحصول على درجه عاليه وتعزيز المدرس. احسنتم، تفضل. اتفق مع هذه النظريه على ان رواد هذه النظريه يرون ان الفعال مضطر نتيجه تعرضه الى مواقف او نتيجه تعرضه الى اساليب، ان حاله الاضطراب الانفعالي في هذه النظريه ركز العلماء ان حاله الاضطراب الانفعالي اكو بها عوامل تخلي الانسان يوصل الى هذه المرحله، اهم هذه العوامل الفشل. اللي هي الفشل التام في الحصول على شنو؟ احسنتم، الفشل التام بالحصول او انه التعلم او اكتساب سلوك. النقطه الاخرى العامل الاخر، احسنتم، تعلم اساليب سلوكيه خاطئه او مرضيه. ماذا تعنين بهذا العامل؟ هل ممكن اعطاء مثال؟ ما هي تعلم السلوكيات الخاطئة مثلا؟ النظرية السلوكية بالمطلق تعلم يعني لازم اكو مثير حتى اكو استجابة، لازم انه يكون السلوك مالتي متعلم. مثلا احسنتي، سلوك التدخين، تدخين ايجابي ام سلبي؟ مين تعلمه هذا الطالب؟ الفرد، الفرد. هسه ما نحدد المؤسسة التعليمية، مين اما تعلمه من الاقران يا إما تعلم من وجوده في بيئة الرفقاء، يعني موجود الأصدقاء داخل منطقة أو داخل مدينة اللي يسكن بيها، أو من خلال التقليد، إنه شخص يعني عنده شخص مثل أعلى، إن كان لاعب، إن كان شخصية مثلا قيادية، شخصية لاعب، ممثل، يقول هنا أنا من حيدخل راح يبدي يكتسب من عنده، يقلد إيش راح يسوي؟ راح يكتسب، يعني راح ياخذ من عنده انه يقلده، راح يقوم يدخن. هذه سلوكيات خاطئه ولكن هي موجوده بالمجتمع، يستطيع الانسان اكتسابه. يعني الاكتساب مالتي او التعلم لا يكون فقط السلوكيات الايجابيه، مرات تكون شبيه السلوكيات مالتي اكتساب خاطئ. احسنتم، هو البعض الاخر يعتقد انه حتى لو كان في عمر صغير انه عندما يقوم بالتدخين يعتبر انه وصل الى مرحله، الشعور هذا دائما تكون في مرحله المراهقه، انه الانسان الكبت اللي موجود عنده حاله عدم الرضا الاخرين عنه، يقول يحاول ان يلفت الانتباه، الانتباه اللي موجود يعني ما يريد الاهتمام، يقول يعمل سلوكيات خاطئه لجذب الانتباه، انه الاخرين يلتفتون له من مشاكل التدخين، سلوكيات خاطئه، عدم يعني النجاح مالته ما يكون بالمستوى المطلوب، فيقول هنا اهتمام العائله، اهتمام يلجا لمن؟ قلنا احنا المراهق يلجا الى مكان الراحه مالته اللي هم من هم؟ الاصدقاء. دائما تكون الراحه مالته عند الاصدقاء، عند دخوله الى او رجوعه الى البيت مره اخرى ايش راح يكون عنده؟ توتر، قلق، يعني مشاكل، اضطراب. بس يخرج من البيت يلتقي باصدقائه تكون عنده الراحه النفسيه مطلقه. تفضل. اسلوب الحديث، اسلوب الكلام، احيانا يستخدم اسلوب مختلف لغرض جذب الانتباه. احسنتم، زين. فهمنا النظريه السلوكيه، سنحاول ان نصل الى او ندرس اليوم النظريه الانسانيه. النظريه الانسانيه ظهرت في سنوات اللي هي 60s بداية 70s، جاءت أهم روادها أو أهم منظريها اللي هو ماسلو وكارل روجرز، اللي هو أهم منظرين النظرية الإنسانية. حاولت هذه النظرية أن تدحض كل المفاهيم اللي أتت بها النظرية السلوكية ونظرية التحليل النفسي، قالت هذول النظريات ما خدمة الفرد اللي موجود عندي،
أبد ما قدمت شيء إيجابي للفرد اللي موجود، اللي كانت يقول تركيز التحليل النفسي كان على الأشياء الداخلية للإنسان، ركزت على اللاشعور، هذه فد أشياء ما أقدر أني أدخل بداخلها. أحسنتم. نظرية السلوكية قالت على شنو ركزت؟ على السلوك الظاهر. يقول هذا السلوك مالته مرات شي يكون هو إيجابي وسلبي، بس مرات يكون السلوكيات مفتعلة، يعني يظهر انه يتصرف تصرفات ايجابيه ولكن في الحقيقه هو ايش فيها سلوكياته سلبيه. يلا من يقدر شوي يحكي لنا على اهم المسلمات التي جاءت بها النظريه الانسانيه؟ المسلمه الاولى تقول ان الانسان خير في طبيعته. احسنت. التصرفات الظاهره هي عباره عن هنا انطت مسلمه الثابته للنظريه الانسانيه انه الانسان خير بطبعه، ولكن في حالة أنه يتصرف الإنسان تصرفات سيئة أو غير لائقة أو غير مقبولة اجتماعياً تأتي من خلال البيئة اللي هو عايش فيها، يفترض عليه البيئة اللي هو موجود بيها تفترض عليه أنه يتصرف تصرفات غير لائقة. التحليل النفسي ايش قال؟ هنا أنا بدر رفض التحليل النفسي، شنو بيّن؟ نظرية التحليل النفسي. يعني يلا حسين. يعني تحليل نفسي أضاف الصفة إلى أن الإنسان أنه كان عدائي. ممتاز. ثبتت أنه الإنسان عدواني، تحكمه الغريزة والعدوان. النظرية الإنسانية إيش قالت؟ الإنسان خير بطبعه. الإنسانية قالت الإنسان خير بطبعه، ولكن البيئة هي التي تفرض عليه أن يتصرف تصرفات غير مرضية، غير مقبولة، مرات تكون خاطئة، فيها تهور. زين، المسلمة الأخرى تفضلي. المسلمة الأخرى تقول إن الفرد في النظرية الإنسانية إنه حر في تصرفاته، هل من المعقول إعطاء الحرية المطلقة للإنسان؟ لا يمكن إعطاء حرية مطلقة للإنسان، ولكن إعطاء حريته بالتصرفات ولكن تكون مقيدة ومحدودة. ماذا نعني بالتقييد والمحدود؟ يعني الإنسان موجود في بيئة، مثلا البيئة المحلية اللي موجودين نحن بيها، لا يمكن يتصرف بكل تصرفات. منو اللي حكمه هنا؟ عادات والتقاليد والأعراف. يجب أن يسير الإنسان على العادات والتقاليد اللي موجودة، يعني المستحيل هو يتصرف كيف ما يشاء. النظرية يتعارض ويا نظرية التحليل النفسي ونظرية السلوكية. ايش عندهم هنا؟ مبدأ الحتمية. ماذا نعني بمبدأ الحتمية؟ ركزنا عليه، قلنا هو أن الإنسان، أحسنتم، ليس لديه حرية الاختيار أو التصرف. بالتحليل النفسي محكوم بالغريزة، والسلوكية محكوم بعوامل البيئة كما يرى أصحاب الاتجاه السلوكي. المسلمة الأخرى التي ركز عليها النظرية الإنسانية أن سلوك الإنسان ليس رد فعل على المواقف اللي يتعرض لها. أحسنتم. شو تأكد هنا النظرية الإنسانية؟ ماذا تقول؟ أن الإنسان مبدع، عنده تجديد دائم، عنده إبداع، عنده تلقائية بالعمل. يركز على ذاتية الإنسان، أنه الإنسان يجب أن يفهم ذاته حتى يحقق ما، يعني كل واحد من عندنا، ما حد ما وصل إلى هذه الدرجة العلمية، ثالث كلية أو رابع أو تخرج حصل على بكالوريوس، إذا ما كان لديه الرغبة أو الطموح بالتعلم. يعني مو إنسان جاهل ما يحاول أنه يفهم ذاته. قلنا وصول الإنسان إلى حالة الصحة النفسية المطلقة إلا إذا كان متوافق مع نفسه، بعدها يتوافق مع البيئة المحلية. كل ما كنت أنا مقتنع لدي الثقة المطلقة بنفسي، بذاتي، بتصرفاتي، أصل إذا ما أصبوا لي أكيد أنا ما أجيت، ما دخلت هذا القسم اعتباطاً، ولا اخترت أنه أكون مدرس لمادة اللغة الإنجليزية اعتباطاً. أكيد أكو تخطيط مسبق أنه أني ذاتي، قابلياتي، إمكانياتي تسمح لي أنه أتقدم بهذا العلم. أحسنتم. يعني أني ما وصلت إذا ما كانت مثلاً لدي القدرة بي، أو كانت درجة اللغة الإنجليزية أعلى من باقي الدروس.
عندي أني حب لهذه المادة، أتمنى أن أصبح مدرس لمادة اللغة الإنجليزية. هذه الأمور كلها تدفع الإنسان من خلال فهمه لذاته، يعني كل ما أفهم ذاتي كل ما أني أكون قادر على أداء أو إمكانياتي. مستحيل أني قدراتي يعني قدراتي العقلية مثلا كلية التربية أروح طبيب أو مهندس أستطيع أن أواكب هذا الموضوع؟ لا يمكن. كلما كانت قدراتي العقلية أني فاهمها معناها أختار اختيار المهنة المناسبة، ما أروح المجازفة. تفضلي. أحسنتم. يقول اللي موجود عندي الأفراد أريد أفهمه أني من خلال عملية الإرشادية اللي دا أقوم بيها، ما أعتمد على الماضي والأشياء الماضية. بعد أحسنتم. من خلال نظرته المكتسبة، نظرته الفهم لذاته، الإيجابية، الإبداع، التجديد الذي يقوم به. المسلمة الأخيرة اللي تركزت عليها النظرية الإنسانية. تفضلي. أحسنتم. التحليل النفسي دائما يركز على مو الإنسان السوي، قلنا الإنسان الغير سوي. ماذا نعني بالإنسان الغير سوي؟ الإنسان الذي يعاني من المشكلات اللي أساسها شيكون أساسها نفسي، اللي هي العصاب والذهان. يقول كان تركيز أو عينة اللي درست عليها النظرية التحليل النفسي كان منهم ويا فئة اللي هم العصابين الذين يعانون من مشكلات، يعني هم غير سويين بالمطلق. حنثبت معلومة أنه غير سوي يعاني من بعض المشكلة. أحسنتم. أساسها نفسي ويبدي يعاني من عدها اللي هم العصابين. النظرية السلوكية ركزت على منه؟ على دراسة الحيوانات. قلنا الأساس التجريبي للنظرية السلوكية كان على الحيوانات. الإنسانية اختلفت عن الاثنين، ركزت على أحسنتم على الأصحاء. الإنسان السوي الأصحاء اللي موجودين بالمجتمع، وبدت تعمل عليهم وقت تقديم العملية الإرشادية أو النصح للمشكلات التي عنها. دائما مشكلات اللي يعاني من عدها الأصحاء نفس العصابيين؟ نفس العصابيين؟ أبدا، أكو اختلاف. دائما الإنسان السوي يعاني من هذه المشكلات اللي موجودة بالمجتمع، إما مشكلة تربوية أسرية، خلاف مع الأسرة، خلاف مع البيئة، يعني مشكلات تكون بسيطة الحل مالتها يكون تقريبا بجلسة أو جلستين تستطيع التغلب على هذه المشكلات اللي يعاني منها. هذه أهم ما جاء بالنظرية الإنسانية. نحاول أن نكمل في المحاضرة القادمة إن شاء الله.